فين الجثه؟ سعادتك مفيش جثه يا فندم. مفيش جثه ازاي؟ قصدي سعادتك ان الجثه بقت اشلاء تماما، الايدين في ناحيه ورجلين في ناحيه والدماغ في ناحيه وجاري تجمعها سعادتك. جاري تجمعها؟ ايوه فندم جاري تجمعها، ودي رخصه قياده على الارجح انها تكون رخصه القتيل، وجدناها في العربيه سعادتك. هي دي العربيه؟ هي يا فندم. عريس جديد. كان الجواز شؤم وانا ما كنتش موافق، لكن هنعمل ايه؟ ده جزاء اللي بيسمع كلام الستات. شوف يا فندم، بنتنا ملهاش اي دعوه وغير مسؤوله من الناحيه القانونيه والفعليه، وكفايه بقى الحاله اللي وصلت لها. وحضرتك مين؟ ابوها مختار ابو الفتوح، لواء شرطه سابق وحاليا من رجال الاعمال. اهلا وسهلا يا فندم، بس سيادتك عارف ان دي جنايه قتل لازم تستوفى من كل الجوانب، العروسه هي اخر واحده شافت القتيل واخر واحده اتكلمت معاه، اخوالها هتكون مهمه جدا بعد اذن سيادتك. مدام شيرين؟ آنسة، لسه آنسة، لسه آنسة. بره، استنونا بره شوية. آنسة شيرين هما كام سؤال، مش هياخدوا أكتر من 3-4 دقايق، وبعد كده هسيبك لمشاعرك. تحت أمرك. كنت بتحبوا بعض؟ ما كانش حب، كان أكتر من الحب شوية. يعني الجواز تم من غير اي ضغوط؟ كريم كان بيحبني وانا كنت بحبه، ولا يمكن حد فينا كان يتخلى عن التاني. بس اللي حصل انه اتخلى عنك وعلى طول وبطريقه مؤسفه. انا اسف، معلش معلش. انتوا اتخانقتوا ليله الدخله؟ ابدا، دي كانت ليله جميله جدا، والفرح كله متصور فيديو، تقدر حضرتك تشوفه وتحكم. لا انا ما بتكلمش على الفرح تحت، انا بتكلم على هنا بعد ما طلعتوا بقيتوا لوحديكوا. ما حصلش اي خناق؟ وليه تحصل خناقه؟ بالعكس، ده احنا كنا ظراف جدا. ولما انتوا كنتوا ظراف مع بعض من انتحر ليه؟ ليه رمى نفسه قدام القطر؟ معلش انا مقدر الظروف كويس، بس ده برضه قتيل واسمه جوزك. عايزك تكوني صريحه معايا، وبعدين لا حياء في العلم، لا حياء في الدين، لا حياء في الجواز. اصله معرفش. معرفش. معرفش ايه بالظبط؟ معرفش وخلاص، هقول ايه غير كده؟ حضرتك بقى تفهم الباقي، انت مش مباحث؟ ايوه مباحث، بس يعني برضه لازم نعرف كل حاجه بالتفصيل. يعني معرفش يقلع هدوم؟ معرفش مثلا يقول كلمه حلوه؟ من فضلك، هو معرفش وخلاص، المفروض حضرتك تكون فهمت. ما انا فاهم، انا فاهم، بس انا عايز اسمع منك الحقيقه علشان ده تحقيق رسمي. انت جرحت شعوره في حاجه؟ ابدا والله، ده انا حتى حاولت اساعده. حاولت تساعديه؟ كويس، كويس قوي. حاولت تساعديه ازاي؟ لا حياء في الدين، لا حياء في الجواز، ولا حياء امام رجال المباحث. عايز كل حاجه بالتفصيل. بعد ما جينا هنا وبقينا لوحدنا، شل الطرح وابتدى يبوسني ويقلعني فستان الفرح. الفستان اتقطع في ايده، رحت لهفاه بالقلم على خليته. لا يا فندم، انا هعمل كده برضو في داهيه 1000 فستان. وبعدين ساعتها الفستان اتقلع بسهوله جدا، زي ما يكون اتقلع لوحده. زي ما يكون اتقلع لوحده. طب بعد الفستان زي ما يكون اتقلع لوحده، عملت ايه؟ خلاص. لا عايز كل حاجه بالتفصيل، معلش. حصل ايه بعد الفستان زي ما يكون اتقلع لوحده؟ ما حصلش حاجه. سابك ونام؟ لا، قاعد يتكلم في التليفون مع واحد صاحب. ها؟ لا يا فندم، هو فضل يحاول. ايوه. ويحاول. ايوه. ويحاول. لكن مفيش فايده. وبعدين قلت له يا حبيبي مفيش مشكله، يمكن تكون تعبان من مجهود الفرح، او نكون لسه ما خدناش على بعض. اقترحت عليه نلعب شويه، نهزر شويه. والله تفكير علمي ومنهجي ومنطقي، اكيد اللعب والهزار جابوا نتيجه. ابدا. يا ساتر، اعوذ بالله، ده حاله ميؤوس منها. قلت له يا حبيبي ولا يهمك. ايوه. نستنى لبكره ونجرب تاني. كويس. ولو فضل الحال على كده نروح للدكتور. قال لي طيب، ونمت وصحيت على الخبر. والله الحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه. يعني بصراحه انت بنت ناس، عملت اللي عليك واكتر.
بص بوستي هزار وهزرتي لعب ولعبتي فستان زي ما يكون اتقلع لوحده هتموت روحك. أنسة شيرين يعني الباقية في حياتك وإن شاء الله ربنا عوضك عن الفقيد باللي أحسن منه وبإذن الله يعرف من أول يوم. ده وجه بيلا. علاء فندم اعمل محضر كويس وابعته للنيابه. عريس اهبل وعبيط. في ايه اللي ما عرفش من اول يوم؟ يستنى لتاني يوم، لتالت يوم، بلاش جواز خالص بدل ما احط نفسه قدام القطر. ناقصين احنا اللي ما عرفوش من اول يوم، انا في المكتب. الباشا مدير مباحث الوزاره طلب سعادتك يا فندم. اليوميه اخبارها ايه؟ على المكتب يا فندم. فيها قلق؟ عادي زي كل يوم. مزاج سعادتك مش رايق ليه النهارده يا باشا؟ اصحى من النوم الصبح على جثه جاري تجمعها ويبقى مزاجي رايق ازاي؟ شوف مين. ايوه ايوه فؤاد انا رشوان. خير ايه اللي عندك؟ يا ساتر. طيب طيب انا هدي الباشا خبر. فين؟ في سباك في القلعه ده بحمراته. سباك في القلعه ده بحمراته؟ هو يوم منيل بستين نيله. الشاي يا معالي الباشا. هتقولي في العربية. عربية؟ النهاردة آخر الشهر. لا يا باشا احنا في أول. أمال الناس مالها ضربة بوز كده ليه؟ الناس شايلة كتير يا باشا. حملها تقيل أوي. ما تعرفيش البنايل على عينه قتلها ليه يا ابو دلال؟ قال ايه اتخانقوا بالليل وبصلاته تهور. زمان اخبر وايام زي قرون الخروب بقى الايام دي الرجاله لما تتهور تقتل. خيبة بعيد عنك. ما لو كان قادر يعمل حاجه تانيه ما كانش قتل. قلبك ابيض يا ابو دلال. لا بقينا نشوف راجل يتهور ولا ست تتدلع. تصدقي بالله انا اللي ليله امبارح كنت هتهور. دلع واتدلعت له كوتشينه ولعبته وكل شويه اقول له الواد يقش الواد يقش ولا فيه فايده. اخرتها حطيت همي في الغسيل. نكون فره واحنا مش واخدين بالنا. فره؟ اما لو كانت فره الرجاله هيبقوا العشره بربع جنيه. مين ده؟ ده قاتل يا فندم. اسمك ايه؟ شحتة يا باشا. قتلتها ليه يا شحتة؟ نصيبة يا باشا. قتلتها وخلاص. لا لا لا، قتلتها وخلاص دي توصلك لحبل المشنقة، لكن لما تقولي السبب المحكمة بقى تشوف اللي تشوفه. يلا عشان عندنا شغل. قتلتها ليه؟ مكتوب على الجبين يا باشا. اتأخرت في أعمال الشارع رحت جايب رقبتها. يا باشا أنا قتلت واعترفت. اظن مالكوش حاجه عندي. ايديا اهي جاهزه للكلبشات او زين تاني. احنا بقى طماعين ونحب نعرف كل حاجه، فمالوش لازمه بقى تتعبنا ونتعبك. سعادتك امسكه كويس. سعادتك ما تنتظرش مني كلام تاني وخصوصا هنا. ربنا امر بالستر. يعني ممكن نتكلم في حته تانيه يا شحته؟ كله بامر الله يا باشا. ماشي يا شحته، يلا بينا على الاسم. Let it go.
في ايه؟ مش عارف يا فندم، انا لما خرجت ان الاسم كان فاضي خالص. كله كلبشات وسيبونا لوحدينا. اقعد يا شيخ. قتلت الولاية ليه يا شحتة؟ شوف يا باشا، أنا عرفت إنك الكبير بتاع المباحث كلها، بس أنت راجل عترة وباين عليك ابن بلد وبتقدر. كلك ذوق يا هندسة. يا باشا أنا راجل ربنا موسع رزقي، والقرش بيجري في إيدي، وعايش مبسوط ومستريح. فضل ونعمة يا شحتة. وشايف طلبات أهل بيتي من كله، تطلب قرش أديها 10، لكن عدم اللامؤاخذة يعني. هي الست ليها ايه عند جوزها غير ان كل طلباتها تكون مستوفيه؟ والله عداك العيب يا شحته، فعلا طلبات الست لازم تكون مستوفيه. اهو برضه حته الصيغه، فستان، فسحه، ده غير بقى الحاجات التانيه يا شحته. اهي الحاجات التانيه دي هي اللي خلتني اطير رقبتها. فهمنا اكتر يا شحته. شوف يا باشا، الحاجات التانية دي أنا كنت بعملها كل يوم. كل يوم؟ وشرفك يا باشا أنا بقول لك الحقيقة، وفي أيام كانت بتحصل صبح وليل. صبح وليل؟ آه، لا مصر بخير يا شحتة، مصر بخير. طيب ولما هو صبح وليل قتلتها ليه؟ عشان طماعة. طماعة؟ ما بتقدرش الظروف. قلت امبارح يا سعادة الباشا، مش عارف إيه اللي حصل لي بصراحة كده، معرفتش. معرفتش؟ ودي أول مرة تحصل لي. قالت لي لو ما كانش النهاردة يبقى بكرة. قلت لها جرايا وليا، وحتمي طرطشة بكلام اللي يفور الدم، دم فار، طيرت رقبتها. ومعرفتش ليه يا أخي شهادة؟ ربنا وحده هو اللي يعلم يا باشا. أول مرة. شحتة، أنت متعود تبلبح حاجة قبل اللي معرفتش؟ أبدا يا باشا، أنا كنت شغال بالفول والطعمية، ويوم ما كنت أكل ربع كباب كنت أهد الدنيا. آه، ممكن توصف لي الحالة بالظبط؟ يا حالة ما تتوصفش، عدم اللي مؤاخذة يعني، لقيت نفسي مفيش خالص. مفيش. دي مصيبة سودة ومنيلة بستين نيلة يا شحتة. طب يا شحتة، ما استنيتش ليه لغاية ما طرد نفسك على دكتور؟ دكتور؟ لا، كله إلا الدكاترة. لسه بدري قوي على ما نشتغل بالحقن والحبوب، وبعدين أنا مش عاوز أفضح نفسي. مش عايز تفضح نفسك ده يا شحتة؟ ده انت فضحتك بقت بجلاجل. معرفتش انت؟ مفيش خالص. بح. انا يتقال لي ما كانش النهارده يبقى بكره. الناس دي حكايتها ايه؟ مش عارف يا فندم، دول ازواج وزوجات كلهم ضاربين بعض، ومحدش فيهم عاوز يقول ليه. ضربت جوزك ليه؟ عشان مسكنا في خناق بعض. مسكتوا في خناق بعض ليه؟ من الزهق يا باش. هيكون من ايه يعني؟ اصل الواحد وهو زهقان بيعمل اي حاجه. وانت ضربت مراتك ليه؟ يا سعادة الباشا، كل راجل من حقه يضرب مراته. ومن حقها تشتكي. ضربتها ليه؟ انت خلاص يا بيه، انا سامحته، اصل اعصابه كانت تعبانه. اعصابه ايه؟ كانت تعبانه. تعبانه ليه؟ من الهم يا باشا، وربنا يكفيك شر الهم.
وانت ضربت مين؟ انا ما ضربتش حد. ما ضربتيش حد ليه؟ ما عنديش حد اضربه. جات تشهدي مع ابوكي ولا مع امك؟ انا جايه في شغل صحافه. صحافه؟ انت صحفيه بالظبط كده. اتخانقتي مع جوزك ليه؟ قهقت من الحر يا باشا. حر ايه يا ولاد، احنا في عز الشتاء. سخنت تحت اللحاف يا باشا. شوفوا بقى، لا سخونيه ولا حر ولا هم ولا زهق. انا عارف سبب البلوى اللي انتوا فيها. الرجاله معرفوش، الرجاله معرفوش، صح؟ اعرف ايه الحكايه بالظبط؟ لا زي ما انت شايفه، ده خناقات زوجيه بتحصل في اي بيت. بس ده مش بيت واحد، دول بيوت. انت جاي ليه؟ انا جاي عشان الراجل اللي قتل مراته. هو لسه راهن التحقيق، مفيش معلومات مؤكده. عن اذنك. مصطفى، عايز تقرير مفصل عن الحاله الامنيه في جميع اقسام القاهره، خصوصا الخناقات، وبالذات الخناقات اللي بين الازواج والزوجات. انا جاي في السكه، عايز الاقيه. واسمه بلا يا فندم 93 حاله، قصر النيل 88، مصر القديمه 101، نسبكيه 50، باب الشعريه 42، الشرابيه 16، الويلي 8 حالات. بقيت الاسامة الثانيه يا فندم الحاله تقريبا فيها عاديه جدا. واضح ان الاصابه مركزها هنا وسط البلد. شوف اخبار جيراننا ايه. جيراننا مين يا فندم؟ الجيزه. عايز معلومات عن الدقي وامبابه والعجوزه. حاضر يا فندم. اطلب للباشا المدير في مكتبه، شوفه فاضي ولا مشغول. الشاي يا معالي الباشا. درويش انت متجوز؟ ايوه يا معالي الباشا. ساكن فين؟ حلوان يا معالي الباشا. حلوان كويسه قوي، حلوان زي الفل. سيد مدير الامن موجود في مكتبه يا فندم. بتوع الجيزه بيقولوا ان الحاله عاديه، بس انا حاسس يا فندم انهم مخبيين حاجه. يخبوا زي ما هم عايزين، احنا هنعرف الحقيقه بطريقتنا. سيادة العميد، سيادة العميد، لو سمحت يا فندم، ممكن اخد وقت حضرتك دقيقة واحدة؟ عندك العلاقات العامة تقدري تاخدي منهم اللي أنت عايزاه. الله، هو أنا لازم أكون رئيس التحرير عشان حضرتك تكلمني؟ حضرتك حققت في قضية رجل الأعمال كريم أبو شادي، هل صحيح إنه انتحر لأنه لم يوافق قيمة الدخل؟ لا لا لا، ده كل ده كلام فارغ، دي إشاعات. طب حضرتك تفتكر إيه سبب الانتحار؟ لما شاف فاتورة الحساب بتاعة الفرح خد القرار على طول. يا فندم أنا بتكلم جد. جد مش جد، الحادثة دي ما تخصش غير صحابها. طيب والسباك بتاع بولاء مش برضه قتل مراته لأنه لم يوافق؟ لا لا لا، كلام فارغ. طيب وحضرتك الرجالة والستات اللي حضرتك استجوبتهم، مش حضرتك قلت أنا عرفت السبب إن الرجالة ما عرفوش؟ هو التحقيق لسه شغال ومفيش حقائق مؤكدة لغاية دلوقتي. شوف يا أنت قلت لي اسمك إيه؟ سلمى يا فندم. بص يا سلوى. سلمى. سلمى انا هقول لك على خبر كويس، انت باين عليك بنت ناس وتستاهل كل خير. الجيزه فيها لبش. فيها ايه فندم؟ لبش. روحي اسم الدقي، في 85 حاله تسمم، معظمهم عساكر، كانوا من عربيه كشري كانت واقفه قدام الاسم، الدنيا مقلوبه هناك. طب واللي ما عرفوش يا فندم؟ حتى بعد كلام معقول؟ انت رحت البعيد خالص، ده تصور لا يمكن يكون مظبوط ابدا. لا يا فندم، اصل دول جريمتين قتل ومشاجرات متعدده بين الازواج والزوجات، التقرير قدام سيادتك. انا متهيألي انها حاله مرضيه، لازم نكشف عنها علشان يتعمل اللازم اول باول. اول باول ايه؟ يا مجدي في ألف سبب وسبب يخلوا الستات تتخانق مع الرجاله والرجاله تتخانق مع الستات، وبعدين احنا شعب عنده حياء. يعني الكلام في المسائل دي عيب يا مجدي. ايوه يا فندم، بس دي اصلها حوادث حصلت فعلا ومش ممكن تعدي كده. اسمع يا مجدي، انا مش عايزك تستعجل وتتورط، وبعدين يا اخي ما يمكن دي حاجه من عند ربنا، ربنا اراد كده عشان الناس تنهد. كل ثانيه بيتولد 10 عيال، وبتوع تنظيم الاسره عمالين يهاتوا بقالهم سنين ومفيش فايده. طنش. اطنش ازاي يا فندم؟ دي ظاهره رهيبه ادت الى وقوع جرائم. أنا متأكد يا مجدي إن تصورك مش سليم، وحاسبت لك. أنت مش بتقول إن دايرة قصر النيل من ضمن المناطق المصابة؟ 88 حالة يا فندم. أنا بقى
ساكن في دايرة قصر النيل، وامبارح بالليل كنت زي الفل. سيادتك كنت زي الفل انت امبارح؟ في شوية غازات يا فندم ولا حاجة؟ نعم غازات. غازات ايه؟ انت شاكك في قدراتي ولا ايه؟ لا يا فندم سيادتك زي الفل خلاص، يبقى الغلط عندنا احنا بقى. ايوه كده صلح كلامك. اتفضل يا مجدي شوف شغلك. علي ما ينفس يا فندم. الناس دي بتهزر بقى. يعني ايه الشحت غير اقواله؟ مين؟ ده كلام تاني بقى غير اللي قالهولي. طب اسمع، ما تردوش على النيابه دلوقتي، خليها عندك انا جاي. احنا بنلعب؟ ازاي تقول كلام وترجع فيه؟ انت فاكر نفسك فين؟ قاعد على قهوه؟ يا باشا انا صرحتك بالحقيقه، صرحتك انت بس، لكن غيرك لا. انت صرحت البوليس، قلت الحقيقه عشان تفيد العداله. عدلت مين يا باشا؟ انا ماليش دعوه بالكلام ده. انا استجدعتك يا باشا وقلت اللي قلته عشان خاطرك انت بس. سيبونا لوحدينا. اقعد اقعد. أنا مش النيابة اللي هتحقق معاك، ولا أنا القاضي اللي هيحكم عليك. اعترافك بالحقيقة أنت بس المستفيد منه. ما هستفيد إيه إن شاء الله؟ المحكمة هتراعي ظروفك، وأكيد هتاخد حكم مخفف. ملوش لازمة الحكم المخفف ده. بقى جنابك يا باشا، عاوز نقف قدام كل القضاة والمحامين والمتهمين في كل القواضي، وأقول أصلي معرفتش، ده أنا رقبت كتير ولا انطقها. ولو قلت لك انك انت مش لوحدك اللي حصلت له الحكايه دي. هو في ناس تانية حصلت لهم اللي حصل لي؟ كتير يا شحته، بس ما قتلوش زيك. في اللي ضرب من غير اصابات، في اللي كسر ضلوع، في اللي طير طقم اسنان. حكايه كده زي ما اكون مرض عابر. والله بقى على ما تثبتوا انه مرض عابر ابقى اقول الحقيقه. ده اخر كلام عندي. سعادتك مش عارف اتصرف مع الناس اللي بره يا فندم. انا عارف ان انتم مش عايزين تقولوا الحقيقه، خايفين من الفضيحة، وده من حقكم. بس ده ممكن يكون مرض صاب كل الناس، ولازم نشوف له علاج. اتكلموا. ساكتين ليه؟ طب يلا اتفضلوا، كل واحد ياخد مراته ويروح. يا باشا ربنا امر بالستر، هي شده وتزول باذن الله، بس عايزه صبر. ما تزعلش نفسك. ربنا يكفيك شر الفضايح يا باشا.
احلى حاجه الواحد يرجع البيت يلاقي ست جميله. اعتبر ده غزل؟ ما كانش الواحد يغزل مراته، هيغزل مين؟ البيت ساكت ليه؟ فين الولاد؟ الولاد مش هنا، اختي بهير عزمتهم الليله دي على مسرحيه وهيباتوا بره كمان. واختك تكلف نفسها كتير ليه؟ كل سنه وانت طيب يا مجدي، النهارده عيد جوازنا. اوه شغل المباحث ده بيخلي المخ مفيش، كان لازم اخد اجازه النهارده. طب وحد حشك؟ النهارده اصل يوم مشحون، جريمتين قتل، واحده انتحار والتانيه كان مجدي. ولا الخناقات؟ اعلى نسبه خناقات حصلت بين الازواج والزوجات. خلاص يا مجدي، والسباك دبح مراته دبح عشان خاطري يا مجدي، والواد التاني مش عارفين يلموا جثته لغايه دلوقتي. خلاص بقى يا مجدي، ده احنا في مناسبه حلوه. اه صحيح، مناسبه حلوه. اه عيد جوازنا، احلى الاعياد، احلى من عيد العمال، واحلى من عيد الشرطه كمان. مجدي انا محضره لك الحمام من بدري. حمام؟ الحمام ده احنا هنعمل عمايل بعد الحمام، احلى الاعياد بعد الحمام. معلش يا حبيبي، يمكن تكون تعبان من الشغل. شغل ايه؟ ما انا طول عمري بشتغل. لا 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 لا، الشغل ملوش دعوه. طب ايه رايك نلعب شويه، نهزر شويه؟ يا نهزر ازرق، حتى انت، ما احنا بقالنا ساعتين بنهزر وبنلعب. لا 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 لا، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص خلاص يا مجدي، مفيش مشكلة، ما كانش النهاردة يبقى بكرة. هو أنا بقى يتقال لي الكلام ده؟ أنت أصلك مش عارفة حاجة، أنا بس اللي عارف. يا حبيبي ما تكبرش الحكاية كده. الحكاية كبيرة من قبل ما أدخل البيت. يا نهار أزرق، حتى المباحث ما عرفتش. الدنيا حارة، أنا عايز هوا. حر إيه؟ ده إحنا في عز البرد. أه صحيح، أنا بردان. غطينا يا إلهام، غطينا عشان أنا ما بترعش. ما بترعش. ما بترعش وأنا قدامي. هو في إيه؟ في مالك همام النهارده؟ مفيش حاجة يا باشا. شكلك مش عاجبني، ضريب وزع الصبح ليه؟ شرف سعادتك ما في حاجة. ما تحلفش بشرفي كده، انت معرفتش امبارح مش كده؟ هو مفيش حاجة تخفى عليك يا باشا؟ معلش معلش يا همام، شدة وتزول، شدة وتزول. سعادتك عرفت منين يا باشا؟ أصل أنا كمان. كمان إيه؟ أنا كمان أعرف دبة النملة، ولا أنت فاكر حاجة؟ أنت فاكر حاجة؟ لا يا باشا. سوق، أوعى تكون فاكر حاجة. Thank you.
لغايه امبارح بس يا فندم العباسيه كانت سليمه تماما. النهارده اليوميه بتاعت اسم الويلي والعباسيه بتقول ان فيه 180 حاله ضرب وخناقات زوجيه. ومدينه نصر يا فندم فيها 20 حاله. يا نهار ازرق، مدينه نصر؟ ده احنا قربنا قوي. قربنا من ايه يا فندم؟ من مصر الجديده. واضح ان في مناطق مصابه ومناطق غير مصابه. حلوان اتضربت. القهوه يا باشا. انت ايه اللي حصل لشنبك؟ مش عارف والله يا باشا، انا صحيت من النوم لقيته كده. طب ما حاولتش ترفعه تاني لفوق؟ حاولت كتير يا باشا، وكل ما ارفعه لفوق يسقط مني لتحت. عايز اقابل الباشا المدير حالا. ما رحتيش الجيزه؟ زعلانه من سيادتك يا باشا، انا مش تلميذه عشان توزعني، والعلم حضرتك انا ما رحتش اسم الدقي الا بسبب ثقتي في حضرتك. بس على العموم بقى انا عرفت كل حاجه. الجيزه لا فيها تسمم ولا عربيات كشري. امال فيها ايه؟ اللي في القاهره هو اللي في الجيزه يا مجدي باشا. انت بالك كتير بتشتغلي في الصحافه يا سلوى؟ مش كتير، واسمي سلمى يا فندم. مبتدا يعني؟ تقريبا. يبقى لازم تبتدي صح. انت لا شفت حاجه ولا عرفت حاجه. الناس اللي انت شفتيهم دول ممكن جدا يروحوا بيوتهم يمارسوا حياتهم بطريقه طبيعيه جدا، ومشكله امبارح ممكن جدا ما يكونش لها وجود النهارده. وبدل ما تعملي خبطه صحفيه تعملي خبطه تجيبك الارض. مجدي بيه، ممكن يكون في بينا ثقه متبادله؟ استنيني هنا هرجع لك حالا. ده كلام يا مجدي؟ ده كلام؟ عايزني ابلغ معالي الوزير ومعالي الوزير يبلغ القياده السياسيه؟ انت عايزنا نطلع بعاش في الحركه اللي جايه ولا ايه؟ يا فندم احنا قدام حاله حاصله ومؤكده وكل يوم بتزيد. انا شخصيا متاكد. متاكد. وهي الناس لما يتهد حيلها شويه. مسؤوليه وزاره الداخليه؟ مسؤوليه الوزارات كلها يا فندم. مسؤوليه عامه تخص الحكومه والاحزاب والنقابات والهيئات والجمعيات. العمليه مش هايفه سعادتك، دي كارثه كبيره لو ما اتحلتش البلد كلها هتطلع معاش. خلاص يا مجدي، عشان نخلي مسؤوليتنا ابعت اشاره لوزاره الصحه قول لها اثناء التحقيق في البلاغات اللي عندنا لاحظنا كذا كذا وخلاص. لا مؤاخذه يا فندم، كذا وكذا ايه بس؟ العمليه دي شبه وباء، ممكن تكون اشد من الطاعون. اعوذ بالله، اعوذ بالله، طاعون ايه؟ تخيل سيادتك الناس عايشه في حاله فتور، ناس بتتحرك وعندها احساس بالعجز، يبقى حالهم ازاي؟ انت ضابط شرطه مش محلل نفساني. انا بني ادم يا فندم قبل ما اكون ضابط شرطه. وبعدين الجنس ده ربنا خلقه في الانسان والحيوان والطيور والحشرات حتى النبات، لو اتعدم الدنيا تتخرب. وبعدين ده حاجه ببلاش كده، الناس بتعملها وتنبسط وتنام وهي راضيه. لو اتحرموا منها مش هيسكتوا، والله اعلم هيعملوا ايه يا باشا. يا مجدي انا خايف يكون اللي في دماغك ده مجرد اوهام، وبعدين لاحظ ان محدش اعترف لك. عشان تثبت حاله زي دي لازم يكون معاك اعتراف جماعي. أنا ما أقدرش أكلم معالي الوزير إلا لما يكون إيدي مليانة. يا فندم أنا متأكد، والحوادث هي قدام سعادتك. ها، طب إيه رأيك بقى؟ ها؟ أنا ليلة إمبارح بعد ما حضرتك أخترتني عن عمد حبيت أجرب أشوف الحكاية إيه بالظبط. وطلعت إيه الحكاية بالظبط يا باشا؟ أوه، على أحسن ما يكون، امتياز. سعادة الباشا أنت ما عرفتش. نعم؟ ما عرفتش لا ليله امبارح ولا الليله اللي قبليها، وانا رايح ابلغ الجهات الاعلى. ايه ده انت جننت؟ تختاروا بايه؟ بقول لك ايه، لا 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 تختاروا بايه؟ لا يا فندم مش بالغازات، بالحاله بتاعتنا. بعد اذن سعادتك. الحاله بتزيد يا باشا مش كده؟ وعرفت ازاي؟ يعني الصحفي الشاطر هو اللي يدور على الخبر مش يستنى لحد ما يجي له. بص بقى، انا بحترم قوي الناس اللي بتحب شغلها، خصوصا لما اكون واحده لحوحه زيي. طب ممكن بقى سيادتك تقبل عزومتي على فنجان قهوه؟ لا 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 لا، المباحث ما تتعزمش، المباحث هي اللي تعزم. وبعدين احنا بوليس ما بندفعش ولا مليه. يلا ماشي يلا. كل ما افتكر ان انا واحد من المسؤولين عن الامن في البلد دي يجي لي رعب. ايه بقى الموضوع؟ انا اتاكدت من الحاله بنفسي. اتاكدت بنفسك؟ ازاي انت مش بتقولي انك انت مش متجوزه؟ هو انا لازم اكون متجوزه عشان اتاكد من الحاله؟
اه طبعا، مش لازم المساله تبقى شرعي ولا ايه ولا ايه في ايه يعني؟ لا لا يا باشا انت فهمتني غلط، انا سالت بس، سالت صحباتي المتجوزين قلت لهم ايه الاخبار؟ قالوا لي زفت. انتوا بتحكوا لبعض ها؟ تسالي امال هنتسلى بايه؟ بس بيني وبينك انا حررت ثلاثه من صحباتي المتجوزين على جوازهم، قلت لهم قولوا لي النتيجه ايه بالظبط. والنتيجه كانت ايه؟ لا شيء، كل واحد اعتذر باعذار وهميه، اللي قال ان عنده مغص، واللي قال انه اترفد من شغله، والتالت نزل اسكندريه الساعه 3:30 بالليل قال عنده مأموريه. هتقولي لي؟ انا عارف الاحساس ده كويس. ده حاجه منيله بنيله. وانت شايفه ايه؟ بالطريقه دي مش هلاقي حد اتجوزه، وبصراحه بقى انا عايزه اتجوز. من حقك طبعا. طيب ايه رايك تتعاوني معايا؟ بس انا صحفيه مش مرشده. انا مش عايز غير صحفيه، دي قضيه عامه تهم كل الناس، لا قضيه بوليس ولا نيابه. طب انا مهمتي هتكون ايه بالظبط؟ الستات، عايز اعترافات من الستات بخط ايدهم، ده هيفيدني جدا. تقدري؟ اه طبعا. هتتخانقوا امتى؟ مين؟ هتتخانقوا امتى؟ ليه؟ عشان اشيل الكوبايات والسراجين قبل ما تكسروها على دماغتكم. انا اتجننت. انا برضه اللي اتجننت، زمان كانت الجزمات دي الحبيبه واصحاب المزاج، دلوقتي الخناق وتكسير الكوبايات دي حاجه تقرف. اه ده تبع الحال. مساء الخير يا مدام سحر. مالك في ايه؟ ابدا مفيش. امال مالك قاعده كده زي ما يكون ماتلك حد عزيز عليك؟ المشكله ان في حاجات بتموت بس لا ليها جنازه ولا بيطلع لها نعي في الجورنال. يعني في حد مات؟ ايوه طبعا. الاحساس يا حبيبتي. الاحساس بايه بالظبط؟ بكل حاجه. ايه كلامي مش مفهوم؟ لازم ميعاد مع سياده الوزير الليله دي ضروري. ايوه يا فندم، مساله في غايه الخطوره. طيب انا هكون على اتصال بسعادتك. افتكرت في حرامي، في حرامي. انا هخش اريح شويه وبعدين اول الاولاد ما يجوا تحضر الغدا على طول. انت كنت بتعملي ايه؟ بلعب رياضه. تلعب رياضه؟ تلعب رياضه. طيب لا بلاش كده، بلاش الاصوات دي. ادخل. مش عوايدك يا استاذ جلال، انت فنان كبير. انا لما شفت الكاريكاتير قلت مش ممكن تكون انت اللي رسمه. ملوش اي معنى، مفيش فيه اي روح، محدش هيفهمه، احنا ناقصين الغاز. لا 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 لا، لو سمحت بسرعه ارسم لنا واحد تاني. ايوه يا سلمى قولي. هي مساله حساسه جدا يا فندم، بس الامانه المهنيه. قولي انا ما عنديش وقت. في حاله غريبه متفشيه في البلد يا فندم، زي ما تقول حضرتك كده حاله انكسار، حاله خمول. حالة ايه؟ خمول، ركود، كسل. وضحي وضحي. مكسوفة من سيادتك قوي يا فندم. انا زي ابوكي. هو في حالة عجز. ايوه من غير ما تكملي. ايه هو في حد سبقني يا فندم؟ اطمني، كل اللي عرفوا قبلك محدش منهم اتكلم. كأنها حالة عامة بقى. هو سيادتك على علم بالحالة دي يا فندم؟ ها؟ تقريبا. في حد لمح لي من بعيد لبعيد، لكن قولي لي مين مصدرك
علشان اعرف اذا كان مصدر موثوق بيه ولا دي مجرد اشاعه. مصدري رئيس مباحث العاصمه بنفسه يا فندم. رئيس مباحث العاصمه؟ لا ده يبقى مصدر موثوق بيه جدا. شوف يا سلمى يا بنتي، انت ما تجيبيش سيره لحد ابدا، الموضوع شائك. صحيح هو سبق صحفي لكن تأني السلامه، خليكي على اتصال بيا. حاضر، عن اذنك يا فندم. استمري في المتابعه وبلغيني اول باول. تحت امر سيادتك يا فندم. ايوه ايوه يا عزيزه، ها ازيك؟ على فكره انا عايز ابلغك ان الحاله المؤسفه اللي كنت عليها ليله امبارح ما هياش حاله خاصه والحمد لله، لا دي حاله عامه. حابب اقول لك على التفاصيل اول باول. ايوه. وعرفت ازاي؟ اذا كانت واحده صاحبتك قالت لك في التليفون. معلش، مع السلامه. مع السلامة يا حبيبتي. حالة عامة. ازيك يا عمر؟ ازيك يا توتة؟ سمك؟ كابوريا؟ جمبري؟ وايه العفريت ده؟ استاكوزا؟ هو في ايه؟ عشان ايه الاكل ده كله؟ عشان ما يجراش اللي جرى. كل ده جرجير؟ وبعدين ده اصله يعني يعتبر اسراف ملوش لازمه، انا اصلي كمان ماليش تقل على السمك. كل جمبري؟ ما احبوش. طب كل كابوريا يا بابا. برضه يعني ما احبهاش. ما تسمع كلام الولاد. اصل المشكله مش في الاكل ولا نوعه، يعني بالعكس الاكل كل ما كان بسيط كل ما كان افيد. انا اول مره اشوفكم بتتخانقوا على الاكل. اصل بابا ما بيحبش السمك، عنده نقص في السمك، اسيبه بقى لغايه ما تجيله انيميا في الفوسفور. الله 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 الله. ايه يا الهام؟ مش كده العيال. يا خساره الفلوس، راح تشتري سمك وجمبري بمية شهر واستاكوزا كمان، ويا ريت له لازمه. ما هي الناس كلها بتقول كده. انت بتصدقي الكلام ده؟ لو كان السمك بيجيب نتيجه كانت البساريه الواحده تبقى ب 100 جنيه. الحاله ليها اسباب تانية خالص يا الهام. يا سلام، طب وساكت ليه؟ ما تتكلم. التحريات شغاله، اول ما هنوصل للنتيجه هقول لك. الاولاد بيذاكروا؟ توته بترسم وعمر راح النادي. عمر؟ يا ترى عامل ايه؟ يا بابا؟ لا ده انا لقيت نفسي قدام النادي قلت اخش اتمشى شويه، والله انا بقالي 5 سنين ما جيت هنا. هتتمشى ازاي وانت لابس كده يا بابا؟ وانا داخل اختراق ضاحيه؟ انا جاي اتمشى في رنجي وسلام عليكم. مين فيهم صاحبتك؟ لا دي ولا دي، بس من الشله يعني. امال صاحبتك فين؟ بابا بلاش شغل مباحث ده معايا. انا عمري ما كنت ظابط مباحث في البيت. وشوف بقى، انا مش جاي هنا اتمشى ولا جاي اراقبك. أنا جاي أطمن عليك، ومش عليك أنت وبس، على كل الشبان اللي في سنك. بابا أنت خايف من حاجة معينة؟ يعني مخدرات؟ لا لا لا، أنا عارف إنك أنت مالكش في السكة دي. خمور؟ ولا دي. يبقى مفيش حاجة تانية تخاف منها؟
في حالة غريبة رصدناها في البلد اليومين دول، حالة زي ما تقول كده وباء. الوباء ده لو وصل للأجيال الجديدة هيبقى عليه العوض في البلد دي لسنين طويلة. نوع ايه الوباء ده؟ يا ترى معدي؟ هو مفيش وباء مش معدي. نوعه ايه بقى ده مش عارف الحقيقة. مش فاهم. اسمع، لو صفيتك مشكلة من أي نوع، من أي نوع، ما تخبيش عليا. قولي، احنا أصحاب ها؟ طبعا. يلا روح لأصحاب. استنى، انت كويس؟ انا كويس. كويس 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 قوي يعني جامد. بابا انا كويس. يلا روح لأصحاب. مش شايف اي دليل. على الاقل لازم يكون تحت ايدينا تقرير طبي كامل يؤكد الحاله. الكوارث الكبيره اللي زي دي لازم نتاكد من حدوثها فعلا. بعد اذن سعادتك، وسعادتك ساكن فين بالظبط؟ في المهندسين، ما انتوا عارفين. طيب المهندسين يا فندم من المناطق المعطوبه، واكيد سعادتك يعني انا عايز سعادتك تكون شاهد في الحكايه دي. مجدي الزم حدودك. حاضر يا فندم. والله يا ابني انا من ساعه ما قعدت على الكرسي ده وانا نسيت الحكايه دي خالص. كان الله في العون يا معالي الوزير، كان الله في العون. طبعا مسؤوليه بتهد الحيل، مش كده برضه يا باشا؟ مجدي قلت لك الزم حدودك. حاضر يا فندم. يا ابني ده موضوع حساس جدا وشائك ومحرج. تفاكرين كده من كام سنه حصلت ظاهره اغماء البنات اللي حصلت في البحيره؟ بس دي كانت موضوع سهل وبسيط وكنا بنتناقش فيه بمنتهى الوضوح والصراحه. لكن المصيبه دي اعرضها ازاي؟ عندنا بكره اجتماع مجلس وزراء، بس اعرض المشكله دي ازاي في مجلس الوزراء؟ اكيد يا فندم سعادتك في ناس في المجلس حاسين بالموضوع ده برضه. مجدي قلت تلزم حدودك. الحكايه دي لو كانت صحيحه هكتب استقالتي فورا. اعوذ بالله يا فندم، تقدم استقالتك ازاي؟ الامن مستتب ومسيطرين تماما على الموقف. مسيطرين على الموقف ازاي يا فندم؟ مجدي وزير الداخليه اللي تحصل في عهده كارثه زي دي عمر التاريخ ما هيذكره بالخير. يا سعاده الباشا دي مساله قدريه، سيادتك مالكش اي دخل فيها اطلاقا. اصله مش هيبقى السيد وزير الداخليه بس، هيبقى في ناس تانيه برضو. مجدي ربنا يستر يعني. يا ابني دي قضيه امن قومي، لازم نعالجها بنفس حجم مشكلتها. مجدي عايز وقائع، عايز تحريات، عايز اعرض الموضوع وهو حقيقه ثابته. طب مش كنا خدنا راي سياده الوزير في الموضوع بتاع مجدي؟ اصل يمكن سياده الوزير له راي في الموضوع ده، يمكن في حاجه يعني. الله مجدي. تمام. هيتصلح ان شاء الله، ان شاء الله كله هيتصلح، كل شيء هيرجع زي الاول واحسن. حصل خير، حصل خير، ان شاء الله كله هيتصلح، كله هيتصلح. بتتخرج ورحت في داهيه، منك لله يا ظالم يا مفتري اللي ما عندكش قلب. هعوضك، هرجع لك كل شيء زي الاول واحسن. زي الاول واحسن. ايه بقى الموضوع؟ الموضوع يا سعاده الباشا مشكله عائليه بكل اسف تطورت شويه، لكن كله في نطاق الأسرة. في نطاق الأسرة، وهي دي بقى الأسرة الكريمة؟ أيوة سعادة الباشا، أيوة هي دي. وانت بقى رب الأسرة. أيوة باشا، لكن إن شاء الله كله هيتصلح يا باشا. إن شاء الله كله هيتصلح. والله مبروك يا مدام زيزي، بقى عندك أسرة محترمة فعلا. بنتين زي الفل، كل واحدة خمسة ستة قضايا دعارة، وبالتالي بالنسبة لك دي هتبقى القضية يعني 36. أنا في عرضك يا مجدي باشا. صح ما عادتش تستحمل بهدلة السجن. ده غير بقى الباشا لسه هنكشف عنه ونشوف اخباره ايه. ابوس ايدك، ابوس ايدك يا سعادة الباشا. استر عليا، استر عليا، ربنا يستر عليك. هبقى خدامك طول العمر،
انا راجل اعمال يا سعاده الباشا وليا سمعتي، ابوس ايدك. ولما انت راجل اعمال وليك سمعتك بتبهدل نفسك في اماكن مشبوهه ليه؟ انا اللي جابني هنا الشديد القوي. اه لو تعرف ولاد الحرام، ولاد الحرام نصحوني اعمل كده. شكلي بقى وحش قوي في البيت. اه بس ايه شكلك انا اوحش؟ طب اعمل ايه؟ لا في البيت نافع ولا هنا نافع. حصلت عندي قفله. حصلت عندك ايه؟ قفله. قفله؟ ايوه قفله. ربنا ما يوريك، ربنا ما يوريك، بس ان شاء الله كله هيتصلح. اه طبعا كله هيتصلح ان شاء الله بعد القفله. يا سعاده الباشا ده احنا في ايام دنك، ده حتى الرجال اللي بتيجي هنا بتسد النفس ما تاخدش منها الا الكلام وبس. القهوة كلها تستنى بره. كله هيتصلح ان شاء الله. طبعا كله هيتصلح ان شاء الله. مدام زيزي، حالة الرجالة اللي بتيجي هنا تتكلم وبس بقالها قد ايه؟ لا مش كتير يا باشا، يومين ثلاثة، بالكتير بالكتير أربعة، أصل أنا ما بشتغلش يومين في الأسبوع. طيب تاريخيا وأنت طول عمرك في الكار ده، الحكاية دي حصلت قبل كده؟ يو يا باشا يو، ما تفكرنيش بالتاريخ وأيام زمان اللي عمرنا ما هنشوف زيها. وأنتوا شفتوا حاجة؟ الوضع زمان كان غير كده خالص. كان فيه فرق كبير. ها زمان، زمان كان فيه مزاج، كل حاجة لازم تتعمل بنفس. كان فيه ملاطفة ومناقشة ومؤانسة ومجانسة والكلمة الحلوة والضحكة المصهللة. إنما الرجالة دلوقتي يا حسرة عليهم، ما تاخدش منها إلا الكلام. ايه الكلام وبس؟ كله هيتصلح، كله هيتصلح ويبقى عال العال. انت عملت حاجه هنا غير الكلام؟ ابدا والله، الكلام وبس. وانا لو عملت حاجه غير الكلام كان حصل اللي حصل. ومروح. صحيح. الله، انت اتكلمت وبس؟ معقول هنقبض عليك عشان كده؟ ربنا يخليك يا سعاده الباشا، ربنا يخليك يا رب. تعالى هنا. ايه؟ تروح فين؟ حضرتك قلت لي روح. هتروح كده؟ كله هيتصلح ان شاء الله، كله هيرجع لقفه ان شاء الله. مدام زيزي، رتبي الشقه مفيش حاجه، بس انا عايز منك خدمه. لو جالك زبون وما تكلمش وبس اديني خبر. سعاده الباشا، هو في ايه؟ في كلام، كلام كتير ومفيش فعل. شقة مشبوهة يا فندم مش كده؟ اه هي فعلا شقة مشبوهة. معنى كده ان في ناس صحيت علي العالة اهو. لا 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 لا، ده راجل حصلت له قفلة. قفلة؟ اه خاب مرتين، مرة بيته ومرة هنا، راح طايح في الشقة زي الطور الهايج. طب حضرتك تنصح بإيه دلوقتي؟ يلا مستنية إيه؟ الحقيقة قدامك، يلا انشريها. مش عارف يا بنتي حكاية زي دي الواحد يتصرف فيها إزاي؟ ننشر ولا لأ؟ نعتمها ولا ننورها؟ سيادتك احسن من يقدر الموقف، بس مؤكد الجرايد تانية هتنشر يا فندم. انا اتصلت باكتر من مسؤول مهم علشان استشف منه حاجه، ما عرفتش. انا بقول نلمح، واخد بالك؟ تلميح، وبالمره بقى الموضوع يبقى فيه شويه اثاره، على شويه غموض، على شويه خف الدم. كل اللي تقوله حضرتك صح يا فندم. طب يلا بقى اعملي لك همه عشان الطبعه التانيه. هوا معاك يا باشا. ايوه يا هاني. معايا الوزير طالب سيادتك في مكتبه. اقولهم يا هاني. اطلع الوزاره. في تلميع على الحكايه دي في جورنال من الجرايد النهارده. مجدي. يا فندم. عايز انبه، ما يصحش تكون مصدر لاي اخبار عن الموضوع ده. اكيد سيادتك يا فندم. انا اتصلت بالقياده السياسيه، والقياده السياسيه منزعجه جدا. مطلوب منا وقبل التصريح باي شيء رصد حاله الشارع، معرفة أحوال الناس، قياس التأثير السلبي. وبيني وبينك يا مجدي، في أجهزة تانية كتير بتتربص بالموضوع ده، وكل جهاز عايز ياخد القضية بيضة مع الشرع.
طمن سعادتك يا فندم، حالة الشارع أنا هقصدها بنفسي. هذا غضب من الله، وهذا هو العذاب، هذا هو العذاب في الدنيا قبل الآخرة. احنا قلنا ايه قبل كده؟ قلنا ان ممكن ربنا يعذب عباده الظالمين في الحياة الدنيا قبل الآخرة، وضربت لكم مثل بآل فرعون اللي ربنا غرقهم في البحر، وقوم نوح اللي جاب لهم المية لغاية عندهم عشان تغرق الزرع والأرض وتغرقهم كلهم ما عدا أهل السفينة المؤمنين المختارين، وقوم عاد الذي أرسل عليهم ربنا ريحا صرصرا عاتية، وقوم ثمود اللي أخذتهم صيحة إن بطش ربك لشديد. شوفوا بقى احنا ربنا ابتلانا بايه. استغفروا الله عباد الله وتوبوا اليه واطلبوا العفو منه عشان نرجع زي ما كنا. نسأل الرب أن يرحم عبيده الذين رقدوا وينقذ عبيده الذين لم يرقدوا بعد، ونسأل الرب أن يجنبنا الشرور جميعا، وأن يمنحنا العزم والقوة، وأن يهبنا سلامة البدن من أجل سلامة الروح، الروح التي تميزنا عن سائر مخلوقات الرب وتحدد مسارنا في الحياة. وعلينا أن نتذكر دائماً أن الرب دائماً وأبداً هو السبب في الخير الذي نحن فيه، ونحن البشر دائماً وأبداً السبب في الشر الذي يلحق بنا. وعلينا أن نسأل أنفسنا أي فعل آثم أتينا به حتى تلحق بنا تلك المصائب المدمرة. تفتكر القرطاس ده هيجيب نتيجه؟ ادينا بنجرب، يعني هنعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته. طب ما حدش عارف ايه السبب. والله بنسمع كلام كتير والواحد مش عارف يصدق ايه ولا ايه. يا الميه يا الهوا، اقطع دراعي، الموضوع مش هيخرج عن الحاجتين دي، يا الميه فيها حاجه يا الهوا فيها حاجه. طب لو حكايه القرطاس دي ما نفعتش هنعمل ايه؟ عندك عيال؟ عندي، وبعمل لهم سندوتشات المدرسه بدل المدام. اعمل لهم ايه؟ سندوتشات بدل مدام. اه. عايز اربع رطيس. كل زبون دي قرطاس واحد. اصل انا متجوز اربعه، كل واحده لازم لها قرطاس. كفايه عليك قرطاس تبوس بيه. ماشي. نمشيها بوس بس. الراجل يا اختي عشان يداري كاسفته قال ايه؟ بيقول اصلي خشنه، اديني انا عامله نفسي كمان وكمان، لما اشوف هيتحجج بايه تاني؟ الرجاله ما بتغلبش يا حبه عيني، والحجج عندهم مفيش اسهل منها، بس المحروس جوزي طول ما هو في البيت يفضل خايف ويترعش، اقول له مالك يا راجل؟ يقول لي خايف من الزلزال، اقول له ده كان من 3-4 سنين، يقول لي لسه له توابع. طب ايه رايك بقى ان الرجاله من ساعه الزلزال وهي مش مظبوطه؟ يكونش الزلزال هو السبب؟ الزلزال ملوش دعوه بالموضوع ده خالص. انا اسفه اذا كنت حشرت نفسي في الكلام، يعني اتكلمي وخدي راحتك يا اختي، ما هي المصيبه على الكل.
شكلك كده زي ما تكوني عروسه جديده وملحقتش تتهني. لا لا لا، انا لسه ما اتجوزتش خالص. امال بتشتكي من ايه؟ وعرفتي ازاي؟ انا اصلي صحفيه وعندي فكره عن الموضوع وبعمل تحقيق. تحقيق؟ تحقيق ايه يا اختي؟ احنا رجالتنا اشد من الحصانه. قسما بالله لو قلتي كلمه من الكلام اللي سمعتيه لندور عليكي ونجيبك من تحت تقطيع الارض، وساعتها اللي ما يشتري يتفرج. الصحفيه ايه؟ انت فاهمه ولا لا؟ فاهمه. تنشق هواءها، وإذا كنت بتدخن ممكن تلفها في سجارة. في اليوم العاشر تكون في أحسن حال بإذن الله تعالى. لكن يا مولانا لا مجال لطرح أسئلة. في اليوم العاشر ستكون كالجواد الجامح والصور العائد. استفسار بس، أصلي وقتك انتهى. استنى بس، بلا وقتك انتهى بلا بتاع. انت مش عارفني؟ احنا معرفة قديمة. عملت كام مليون يا توفيق؟ الباشا الكبير، سعادتك هتشرف معانا على المديرية يا مولانا. بقول لسيادتك ايه، ما بلاش حكاية المديرية دي. ايه ناوي ترشيني؟ ايه ارشيك ازاي وانا عارف انك راجل شريف، بس انا هنا ودلوقتي اقوى منك واقوى من مديرية الامن كلها. انا يا باشا محمي بالناس اللي بره دي. اصل الناس اللي بره دي عندهم استعداد يعملوا اي حاجه بكلمه واحده مني. خد الفرخه، خد الفرخه والعشرين جنيه وسيبنا يا باشا نقلب عيشنا. الكلام ده طوله لحد تاني. يلا قدام يا توفيق يا ديناري، وعايزك واحنا ماشيين تقول للناس اللي تحت انك انت نصاب محترف، والايام اللي قضيتها جوه السجن اكتر من اللي بره. اه الحقوا مولانا، مولانا في خطر، الحكومه مش عاوزاه هي عليكم، الحقوا. انا العميد مجدي نور رئيس مباحث العاصمه. الراجل ده نصاب، ما عندوش اي علاج ليكم. طب فين علاج الحكومه؟ سلامات يا حكومه. الراجل ده اسمه توفيق الديناري، سوابق 9 أداء نصب، بيوهمكم بالعلاج. الحكومة عاوزاكم موقوسين على طول. تعوصة تعيشنا. سيبوا ده راجل مبروك. ده تمشي ولا نتفرج هنا؟ اقرأ
مش واخده بالك ان مفيش راجل قاعد مع ست؟ واضح ان الحاله بتزيد. وانت اخبارك ايه؟ مفيش ستات راضيه تمضي او حتى توافق على عجز جوازها، واخر مره كانوا هيضربوني في حمام شعبي، بس الكل بيقول ان الحكومه هي السبب. قال جابت غاز لا ليه لون ولا ريحه وطلقته على الناس، اول ما الناس تشم الغاز ده تحصل لها الحاله دي. وقال ايه؟ ان ده السبب الوحيد عشان يحددوا النسل. ما تهيليش في حكومه في العالم ممكن تعمل كده. ما اعتقدش ان اب ممكن يقتل ولاده لمجرد انهم اشقياء او ما بيسمعوش الكلام. اسمعي، ما تكتبي عندك قولي ان الناس مش عايزه تتكلم عشان خايفين من الفضيحه. بس المساله دي مش بايدي، انا لسه صحفيه صغيره. اعملي شغل كبير عشان تكبري معاه. خلاص نبتدي الشغل الكبير من دلوقتي. حضرتك سايب مكتبك وبتدور على ايه بالظبط؟ تحريات. رئيس المباحث نزل يعمل تحريات بنفسه؟ يا باشا حضرتك بتكلم مين؟ تلميذه في ثانوي. القضايا كبيره لازم تكون مسؤوليه الناس الكبار. المعلومات اللي انا عايزها لازم اقصدها بنفسي. طب حضرتك ادينا شويه معلومات من اللي عرفتها. انا هقول لك معلومات تفيدك. المخدرات ارتفعت اسعارها 200% وزاد توزيعها. التحويجه دي عباره عن فول سوداني مخلوط مع شويه جنزبيل وقرفه وجوز الطيب واي كلام فارغ، بتتباع بالشيء الفلاني على انها علاج. الناس اتجهت للمخدر، للوهم، للشعوذه والدجل. المصيبه الكبيره هي السكوت، السكوت عن كل حاجه. اخبار المحافظات التانيه ايه؟ الحقيقه ما سالناش يا فندم. سالتوش ليه؟ جايز يكونوا سلام ويشمتوا فينا يا فندم. احنا اتصلنا بمديريه امن الجيزه وعندنا فكره كامله عن الحاله هناك يا فندم. وايه الحاله هناك؟ بعد شارع الهرم يا فندم تقريبا ما فيش اي اصابات. هضبه الهرم سليمه ومن اول الطريق الصحراوي سليم تماما يا فندم. من اول فين؟ الطريق الصحراوي يا فندم. الطريق الصحراء. يكونش الكثافه السكانيه ليها علاقه بالمصيبه اللي احنا فيها دي. في الحاله دي يا فندم تبقى المساله خرجت عن نطاق شغلنا تماما يا فندم. ما فيش حاجه خارج نطاق شغلنا. اتفضلوا مع السلامه. إلهام، إيه رأيك في مغامرة لطيفة وجديدة ولذيذة؟ آه، فيها إثارة وتشويق ومتعة. إثارة وتشويق ومتعة. أنا جاي لك حالا. مجدي، يا مجدي إحنا كبرنا على الحاجات دي. تشويق، إثارة، متعة. تشويق، إثارة، متعة. انزلي انزلي يا إلهام، عمرنا ما جربنا الحب في ضوء القمر، في الهواء الطلق. الهواء الطلق جاب نتيجة. تعملوا ايه هنا؟ اثبت يا عسكري انت وهو. انا رئيس المباحث. هو كله بيقول مباحث. اوعى تتحرك. اجري يا الهام. انا مراته. ايوه هي مراته. اجري يا الهام. اثبت يا عسكري. اثبت يا عسكري.
الحياة معاك بقت من غير معنى. طول ما انت كتبت المطالب مفيش فايدة. رأيي انك تنام احسن. وانا رأيي انك تسكتي احسن. اسكت ازاي وانت مش عايز تسيبني في حالي؟ انا من الصبح رايحة عند ماما. وانا سايب لك البيت وماشي. ايه سيادة العميد؟ انت بتجسس علينا ولا ايه؟ اطلع الصحراء. صحراء؟ سيادة المستشار احنا جيران وجيران لبعضيها. انا كان عندي نفس المشكلة بتاعتك دي. طلعت الصحراء انا والمدام بتاعتي كنا هناك زي الفل. خد المدام بتاعتك واطلع الصحراء، بس خلي بالك من بتوع الهجانه. ايه هجانه؟ عندهم كرابيك. ايه ولا دايم الا وجه الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. سعاده الباشا مجدي بيه، حتى انتوا كمان صابكوا اللي صابنا. ازيك عبد الحميد؟ زي ما انت شايف مش مبسوط، والناس دي كلها مش مبسوطين. بس بس بس. وحضرتك برضو مش مبسوط مش كده؟ لا لا لا، انا مبسوط قوي يا عبد الحميد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بس حبيبي بس بس. هو حضرتك برضو مش جاي تكشف؟ لا، هو اي حد يدخل العياده عايز يكشف. ده في واد حرامي اصله هرب في العماره جايين يدور عليه. لوحدك؟ مفيش بوليس ولا امناء شرطه ولا حاجه؟ لا انت رزق ليه يا عبد الحميد؟ انا مش مالي عينك ولا ايه؟ لما انت عيان بايه؟ لا بسيطة، وان شاء الله بإذن الله ربنا هيشفي. بسيطة ازاي يا عبد الحميد؟ بقى في حياتك. ايوه محترم، كشف عادي 100 جنيه، كشف مستعجل 200 جنيه. امال انت سعرك ايه؟ يا بيدي كانت اسعار امبارح، اما اللي بقول لحضرتك عليه سعر النهارده. احنا بقى بوليس ما بندفعش. ما احنا عارفين يا بيه. اسمك ايه؟ عوض. عوض سعاده الباشا. انا رئيس المباحث عوض. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اي 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 غلط 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 يا دكتور كده. اي لا 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 اي انت ما عندكش حاجه وزي الفل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انت سامع دكتور اروح له ويقول لي ما عندكش حاجه، اروح البيت من هنا الاقي نفسي زي ورقه الخاص. قلت لك علميا وطبيا ما عندكش حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي 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 ما فيش إن حد عامل لي عمل. يا راجل ولا عمل ولا حاجة، أنت علاجك سهل أوي. مين؟ أنت مين يا أستاذ؟ وإزاي دخلت هنا؟ والحيوان اللي بره إزاي يسمح لك تدخل؟ صبرك بالله يا دكتور، أكيد العلاج اللي عند الأستاذ أسهل من العلاج المنيل بتاعك. قول لي أنت مين يا أستاذ؟ عميد مجد نور، رئيس مباحث العاصمة. شخصيا؟ وحضرتك بتفهم في مسائل الطب يا سيادة العميد؟ اه يعني على قد كده، والحمد لله بجيب نتائج كويسة. البس هدومك وتعالى نتكلم. افهم ايه اللي بيحصل؟ اوعى تكون فاهم انك خوفتني بانك مباحث. انا جاي احقق قضية، واقوال سيادتك مهمة جدا. اقوال ايه الوقت؟ ما انت شايف العيادة مليانة زباين. دول هتخلص منهم في نص ساعة. وان شاء الله هخليك تعالجهم صح. بس انا مش مصدق انك مباحث. الكرنيه بتاعه تحت امرك. ايوه باشا، حضرتك قول لي على العلاج المناسب. انت ساكن فين؟ تمني للروضه. ابعد عن العاصمه، روح حته خلا، طريق الصحراوي، طريق الاسماعيليه، جرب وان شاء الله ربنا هيكرمك. حاضر حاضر، مفيش اي مانع، ده اذا لزم الامر ممكن اطلع فيها القمر. يا محسن امر اسكت ساكت. بعد اذنك يا باشا. دكتور
أنا عندي معلومات مهمة ومفيدة عن المشكلة، ومش معلومات وبس، وتجارب كمان. انصح زباينك إنهم يروحوا أماكن جديدة، حالتهم أكيد هتبقى كويسة، بس ده هيبقى الفترة مؤقتة لأن الحالة بتزيد. بعد ما تخلص مستنيك في الكافيتيريا اللي جنب العيادة. الاحترام أهم حاجة بين الراجل والست، الاحترام. اوعى تكون فاكرني سكران، أنا مش سكران. هو في إيه دلوقتي بين الراجل والست غير الاحترام؟ الاحترام وبس. المدام يا سيدي النهارده العياده جابت 7000 جنيه، العدل بقى تاخد انت نصه لان انا كشفت وانت عالجت. دكتور انا عايز سيادتك تكون شاهد. اي شهاده حق انا ما اتاخرش عنها ابدا. كويس، يحصل ايه لو الناس فقدت القدره الجنسيه؟ مصيبه سودة، الناس مش ممكن تعيش من غير عواطف، العالم كله يتغير، الكون نفسه يختلف. الناس تعيش أسوأ عيشة. انزع العاطفة من أي مخلوق خلقه ربنا، وبعد كده توقع إنك تشوف كل حاجة وحشة. معدل الجريمة يزيد. طبعا. الناس تبطل شغل. بالتأكيد. الإرادة تموت. والرغبة في الحياة كمان. الإحساس ميت. المشاعر معدومة. القدرة على الفعل مفيش. الغريزة الأكل بس زي الخنازير. دكتور لو فرضوا في قوى معادية عايزة تقضي على شعب تعمل ايه؟ اللي احنا قلناه ده يكفي وزيادة. وانت شايف ايه؟ ممكن تكون حالة احباط عامة، برامج التلفزيون احيانا بتجيب احباط، قراية الجرايد بتجيب احباط، كتر سماع الكذب بيجيب احباط، الخوف من المستقبل ممكن يعمل خلل في كل وظائف الجسم. طب مش ممكن يكون في سبب ملموس، سبب مرضي مثلا؟ مفيش غير المخ، ممكن كل وظائف المخ تصاب بالخلل. والعمل؟ العمل العلم. العلم. احنا متشكرين قوي يا دكتور. انت بقى هتدفع الحساب، انت مش عامل ب 7000 جنيه النهارده ها؟ ايه يا مجدي؟ مش كفاية كده عشان تلحق تنام لك ساعة؟ التقرير ده أصله لازم يكون أول حاجة على مكتب الوزير الصبح. خلاص يا حبيبي، أنت عملت اللي عليك وأكتر شوية، اكتشفت الحالة وقدرت تثبتها، وعلى العموم بالنسبة لنا مش هتكون مشكلة كبيرة ولا حاجة، إحنا الحمد لله خلفنا من زمان، ويا سيدي لما الشوق يبقى يعمل عمايله فينا ده إحنا عرفنا السكة نبقى نسافر. طب والناس اللي ما خلفوش واللي ما يقدروش يسافروا؟ بص يا الهام، انا حققت بجرائم قتل كتير، بس دي اول مره احقق في جريمه قتل جماعي. سياده الوزير المساله اخطر من اي تصور. يا مجدي احنا عملنا اللي علينا، اخترنا جميع الاجهزه، وزاره الصحه والبحث العلمي بيقولوا مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي يا فندم؟ اهو ده اللي حصل، الصحه بتنفي. الو، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. حاضر. مع السلامه يا فندم.
اسمع، سلمى عصفور شغلها يتسحب من المطبعة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حضرتك تشرب ايه؟ بلاش تطلب قهوة ولا شاي، لان الحاجات دي انا مانع تداولها في الوزارة انها مضرة بالصحة. سيادة الوزير، انا شارب كل حاجة قبل ما اجي لسيادتك. اجيب لك لبن حليب، واحد ينسون، نعناع، ولا اجيب لك عصير قصب؟ سيادة الوزير، انا جاي اعرض على سيادتك الحقيقة اللي احنا وصلنا ليها. يبقى اجيب لك واحد ليمون يروق دمك. سيادة الوزير، شوف يا سيادة العميل، انا اتكلمت مع الوزير بتاعكم بمنتهى الصراحة. الامن مسؤوليتكم، وصحة الناس مسؤوليتي انا. ما احنا كمان يا فندم ما عملناش حاجة غلط. انا جاي اخطر سيادتك بوقائع محددة. مفيش وقائع خالص، انا سألت في كل المستشفيات مفيش ولا حالة، ولو كان حد يتقدم لنا كنا عملنا اللازم واكتر شوية. سيادة الوزير، الناس اصلها مكسوفة وخايفة تفضح نفسها، ده اصلا مش حمى ولا اسهال صيفي ولا حتى التهاب كبد وبائي. المرض يا حبيبي ما يبقاش مرض الا اذا حد اشتكى، وما دام مفيش حد اشتكى يبقى مفيش مرض. والله يا فندم انا اعرف ناس اشتكوا وراحوا لدكاترة. سيادتك طبعا تعرف الدكتور احمد الايوبي. اعرف ماله؟ سيادتك ممكن تطلبه في التليفون دلوقتي وتساله كم حالة كانت عنده في العيادة ليلة امبارح. حضرتك بتقول عيادة؟ ايوه يا فندم. يعني عيادة خاصة؟ ايوه يا فندم. زباين العيادات دولت يا سيادة العميد ناس متدلعة. بص لعامة الشعب، احنا شغلنا يا فندم مع الناس دول مقطعين بعض في الاقسام، وبعدين الدكتور الايوبي ده راجل عالم في تخصصه، بيتهيألي رأي العلم مهم برضه. الدكتور احمد الايوبي ده مسؤول؟ لا، قريب صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين الايوبي؟ صلاح الدين الايوبي والله ما افتكرش الحقيقه. يبقى شهادته ولا لها قيمه، جايز غاوي شهره، عاوز يعمل فرقعه. شكلك كده مش مقتنع بكلامي، بس خلي بالك اللي بيكلمك وزير يعني لازم تقتنع. انا مسؤول وعالم بقول. سياده الوزير، انا مش قادر اقتنع. يبقى اقنعك بطريقه تانية غير الكلام. ازازه الكزوزه دي تم العثور عليها في قريه اسمها شبلنجه من اعمال الشرعيه. الازازه فيها شوائب، ما ارتحتش الا لما شفتها بنفسي وخليت ثلاث معامل تفحصها. صباع اللانشون ده بيقولوا صلاحيته منتهيه، ما ارتحتش وخليت ثلاث معامل تفحصه. صحه القطر كله تحت عيني. بلاش كده، عندك التامين الصحي، وزي انه بيضمن للمواطن العلاج باقل التكاليف. احنا الدوله الوحيده اللي بتقضي على الوباء قبل ما يظهر. سياده العميد، ايه ده؟ تعمل ايه؟ تقابل وزير الصحه هيقول لي كل حاجه زي الفل. انا جايه لحضرتك. في ايه؟ تعتيم. ايه؟ ممنوع نشر اي حاجه عن الموضوع، ورئيس التحرير سحب الشغل من المطبعه. تعتيم. مين المستفيد من التعتيم ده؟ وايه نوع الاستفاده؟ اسمعي، شوف اي طريقه توصلي بيها الحياه للناس، اي طريقه. الكلام ده حقيقي يا بنت الناس؟ ابو الوفا دردير عضو مجلس الشعب. اهلا اهلا يا استاذ ابو الوفا، اتفضل استريح. اتفضل. بكره الصبح انا هطلب بيان عاجل من السيد رئيس المجلس. المصيبه كبيره قوي يا بنتي، والمصاب فادح. انا عاوز الحقيقه يا بنتي عشان رجبتي ما تبقاش زي السمسم ويقوم يرد عليها اللي يسوى واللي ما يسواش. ها قلت ايه؟ قلت تحت امرك. وبعدين سيادتك اول عضو نيابي يهتم بالموضوع ده. وكيف ما اهتمش يا بنتي؟ كيف عايزاني اشوف البلد من غير عصب واسكت؟ اصلا انا ناوي اقلب الدنيا راسا على عقب، بس انت مديني بالمستندات. قولي يا سياده النائب، انت ناوي تاخد المساله جد ولا منظره؟ يا بنت الناس، المنظره لها ناسها واحنا مش منهم.
دي قضية وطنية. واشمعنى أنت اللي اتحركت؟ المسألة تهمنا على وجه الخصوص، الخبر سمع عندنا في جبلي، والشرطة دي لو وصلت بلدنا وحصلتنا أهل جبلة هيرموا نفسهم كلهم في النيل ويردموهم بجداتهم. أنت ما تعرفيش المسألة دي مهمة وكبيرة قوي قد إيه. طب تصدقي بإيه؟ بالله طبعا. دول قالوا لي إنهم مجهزين الرجالة والفلوس عشان يعملوا سور بعد الجيزة عدل، وأنا ما يخلصنيش البلد تبقى بلدين، وأنت عارفة الصعايدة طبعهم حامي. طيب مش ممكن تخاف أو حد يأثر عليك؟ أنا نائب مستجل، مستجل في كل حاجة. يبقى اتكل على الله. ايه بقى المطلوب مني عشان اشوفك في المجلس زي الملك مينا كده موحد القطرين؟ المعلومات، مديني بالمعلومات ويبقى جميلك فوق راسي. من اجل مصر، ام الدنيا، ام الرجال، ام الاطفال، لابد من وقفة حاسمة. اللي حصل مش سيل ولا طوفان ولا زلزال، اللي حصل أكبر من كده بكتير. الخراب لما يصيب الأرض، لما يحرق الزرع، لما يخرب البيوت، نقدر نصمد ونعافر ونصلح، لكن لما يصيب البني آدم نعمل إيه؟ قولولي نعمل إيه؟ نرطم، نشق الخلاجات، نحط الطين فوق راسنا، نسود وشنا بالهباب، نعلق شنباتنا ونترجع باللبانة؟ يا ابو الوفا مش كده يا ابو الوفا. امال ازاي يا ريس؟ هذب عباراتك، تحذف الجمله الاخيره من المضبطه. تحذف ولا ما تحذفش، انا قلتها وريحت ضميري وخلاص. ودلوقتي عايز اقول ليه الحقيقه مدفونه، ليه الحقيقه مستخبيه. المصيبه دي لو بفعل فاعل يبقى لازم نعرفه، دوله معاديه يبقى لازم نحاربها. لو ما كناش هنحارب عشان النخوة والرجولة، هنحارب عشان ايه؟ شكرا يا ابو الوفا. السادة الاعضاء، بعد ان استمعتم الى بيان العضو ابو الوفا دردير، هنشوف رد الحكومة ايه. فليتفضل السيد وزير الصحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. السادة الأعضاء، بداية أحب أقول إن بلدنا بخير وشعبنا بخير ورجالتنا بخير، لكن هنعمل إيه؟ هنعمل ايه مع اعداء الوطن من مروجي الاشاعات؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هدوء من فضلكم. كمل يا سيادة الوزير. انها اشاعه مغرضه، وللاسف الإشاعة دي طلعت من وزارة الداخلية. قال إيه؟ في ضابط مباحث مش عارف إذا كان عقيد ولا عميد، اكتشف الحالة. حالة إيه اللي اكتشفها؟ وإزاي ضابط مباحث له دكتور ولا عنده فكرة عن الطب يكتشف حالة؟ السادة الأعضاء، جميع مستشفيات مصر لم تسجل حالة واحدة، وعشان كده الرد على العضو المحترم أبو الوفا دردير مش عندي، الرد عند السيد وزير الداخلية، لأنها مؤامرة على شعب مصر. كان المفروض إن وزارة الداخلية تتصدى لهذه الإشاعة المغرضة مش تنشرها. مش إشاعة، وعزة الله ما هي إشاعة. يا حاجة فايقة، لما يجي دورك يبقى اتكلمي. دور إيه يا سيادة الرئيس؟ الدور اللي ماشي علينا كلنا يا حاجة. يا سيادة النائب، الدور ده ماشي على الرجال، مش ماشي على الستات. لا، إحنا الحمد لله كلنا بخير. أنا بتكلم على الدور اللي في المناقشة. يا سيادة الرئيس،
الراجل ده انا مش عايز يتكلم معايا بعد كده ولا كلمه واحده. انا عايز افضفض، عايز افضفض. اقعد يا استاذ حسين لو سمحت، اقعد من فضلك. فضفض يا حاج. فضفض فضفض. يا سيادة الرئيس، ماذا اقول؟ ماذا اقول والكلمات لا ان تخرج من فمي؟ هي المراه ناقصه ظلم عشان تظلم بالشكل ده وكمان حقوقها الشرعيه تضيع؟ طب يجوا الناس اللي بيقولوا لازم المراه تقعد في البيت. طب تقعد في البيت تعمل ايه؟ تعمل ايه بعد الرجاله ما بقوا عاملين زي ضن الحيطه؟ بالذمه ده كلام يتقال في المجلس الموقر ده؟ عيب يا حاج عيب. استاذ حسين فتوح، انت بالذات مش لازم تعارضني. ازاي ما عرضتيش؟ انت بتتكلمي غلط. ثم زي ما سياده الوزير قال، دي اشاعه، دي اشاعه، بلاش تتكلمي غلط. اسكت انت خالص، ما تتكلمش معايا، اتقي الله. مراتك صاحبتي كده ومفيش اسرار بينا، قسما بالله العظيم اللي ما قعدت وسكت لانا قايله هي قالت لي ايه. هي قالت لك؟ ايوه. كذاب. انت اللي كذاب. هي كذاب. اهدى يا سياده الناس، اهدى يا حاج، اقعدوا لو سمحت. هي اقعد يا سياده الرئيس. المشكله اخطر واعمق من كده، لازم نناقش كل الاطراف. نناقش ايه؟ ما هي المساله واضحه زي الشمس. واضحه ايه؟ ما كفايه فضايح. هدوء هدوء من فضلكم، فليتفضل السيد وزير الداخليه. يا سياده الرئيس، قبل سياده وزير الداخليه ما يتكلم، ارجو من سيادتكم ان الجلسه دي ما تذاعش في التلفزيون بتاتا، لو سمحتم بس. لا، من حق كل الناس انها تعرف الحقيقه. لو سمحت تهدي يا حاج. وبعدين انت خايف من ايه؟ مش في حاجه اسمها مونتاج. طب ما يمنتجوا من دلوقتي. السيد رئيس المجلس، الساده الاعضاء، نحن رجال الداخليه نقدس الواجب. كل فرد في الداخليه من اصغر عسكري لاكبر ضابط شايل راسه على كفه، بيخرج من بيتهم الصبح مش عارف اذا كان هيرجع بالليل ولا لا. الامن مسؤوليتنا، حمايه ارواح الناس مسؤوليتنا. من هذا المنطلق تحركنا واثبتنا الحاله ولدينا الادله والبراهين. بعد اذن السيد رئيس المجلس والساده الاعضاء، انا بطلب وصول العميد مجدي نور امام المجلس الموقر، لان هو وحده الملم بالحاله دي. سيادة العميد مجدي، عايزك تنقل للسادة الأعضاء الصورة كاملة. السادة الأعضاء، احنا في مكان ما صاحش الواحد يكذب فيه، وانا ما عنديش غير الحقيقة. الحالة موجودة وإنكارها مأساة جديدة، الهدف منها إبقاء الحال كما هو عليه. المجلس الموقر بيناقش كل قضايا الدولة، بيتناقشوا الميزانية، التجارة، الصناعة، السياحة، الصرف الصحي، لكن ما بتناقشوش أحوال المواطن عشان نقاء السلالة وسلامة النوع. بلاش نكذب على نفسينا عشان خاطر الأجيال الجديدة. احنا عايزين جيل بيحس، يغضب، يكره، يحب، يبكي. مش عايزين نبقى مسخ زي الأيام اللي عشناها من ساعة الحالة ما أصابتنا. لو كانت الحالة مرضية نشوف لها علاج نعترف بيها، لو كانت حالة نفسية نشوف إيه السبب، لو كان الناس فقدوا الأمل نوجد لها الأمل عشان يعيشوا بيه، لو كانت الناس نسوا الغنى نعزف لهم عشان يغنوا من جديد. بيتهيألي الحاجات دي ممكن ترجعنا للحالة الطبيعية اللي ربنا خلقنا عليها، بدل ما تحكمنا الخرافات والخزعبلات ونبقى شعب شيء. حضرات السادة الأعضاء، وصلني طلب موقع عليه من 130 عضوا يطلبون فيه غلق باب المناقشة في هذا الموضوع لعدم جديته.
وإنه إذا كانت هناك حالات مرضية بالفعل ثبت حدوثها فهذا لا يعني أننا وصلنا إلى مرحلة الوباء. الموافق على غلق باب المناقشة في هذا الموضوع يتفضل برفع يده. موافقة. ننتقل الآن إلى جدول الأعمال. ممكن حضرتك تشرح لنا الموضوع ببساطة شوية عشان الناس تفهمه وبلاش المصطلحات العلمية. لا 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 ما تخافيش عليا. طب حضرتك بس ما تنساش يعني ان هدفنا الوحيد ان الناس تكون مطمنة على الاخر. لحظة حضرتك دي مش اول مرة اتكلم فيها في التلفزيون. دي لعبتي. جاهزين؟ وكأنهم كرهوا لهذه الأمة الفتية أن تنهض. الويل لهم خفافيش الظلام، يريدون تعطير المسيرة وتدمير الإدارة، عفوا الإرادة. لم يجدوا سوى الإشاعات المغرضة والدنيئة ليحاربوا هذا الشعب الجسور المقدام. السيدات والسادة، معنا الرجل الذي يعرف الحقيقة، السيد وزير الصحة. مساء الخير يا سيادة الوزير. مساء الخير. مساء الخير. ممكن سعادتك بصفتك الرجل الأول المسؤول عن الصحة في مصر تشرح لنا أبعاد الحالة؟ أوي 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 أوي. أناشد كل الشعب بكل طبقاته وكل فئاته، عمال وفلاحين وحرفيين ومثقفين، أناشد الجميع إنهم يبتعدوا عن الإشاعات والتخاريف. أنا عارف إن في ناس كتير سيطرت عليهم الأوهام إياها وبقوا في حالة خمول. أنا بقول للناس دي إن علاجهم سهل، وللأسف الشديد إن الناس بتصدق أي كلام تسمعه حتى لو كان كلام ناس بتحشش. الواحد يشد نفسه ويقف قدام المراية ويقول أنا كويس، أنا بوم، أنا حديد 3 مرات قبل الأكل، أنا كويس، أنا زي البوم، أنا زي الحديد. يقولها 3 مرات قبل الأكل وبعده ويتكل على الله وبإذن الله هيبقى زي الحديد. هو حد يضحك عليكم بأي علاج زي السفوف والبلابيع والقراطيس والدهانات؟ الواحد يقف قدام المراية ويشد نفسه، أنا كويس، أنا زي البومب، أنا زي الحديد. أنا مش كويس ولا زي البوم ولا زي الحديد أبدا. في جديد يا مجدي؟ دايما في جديد يا سعادة الباشا. بعد حديث السيد وزير الصحة في التلفزيون الناس كلها واقفة قدام المرايات تكلم نفسها. يعني المسألة ما بقتش عجز جنسي وبس، لا الناس اتجننت كمان. اللي ما عندوش مخ يا مجدي ما عندوش احساس باي مشكله. وايه فائده الناس هم فاقدين المخ والخصوبه؟ ومين اللي عايزنا نكون من غير مخ ولا خصوبه؟ احنا مسؤوليتنا الامن مش السياسه. سياده الوزير، في جهات تانيه داخله في الموضوع ده. لازم نعرف مين اللي خايف يواجه الحقيقه وبيحارب عشان ما تظهرش. مجدي، المباحث ما بقتش تخصك. اختار المكان اللي تحب تروح. سيادة الوزير، ليه دايما حرية الاختيار بتبقى في الأذية بس؟ يعني تتضرب ولا تتجلد، تشنق ولا تتذبح، تستقيل ولا تطرد؟ محدش قالك استقيل ولا حد عايز يطردك.
انا بقول لك اختار المكان اللي تحب تروحه. بيتنا. انا اخترت بيتنا. انا عندي ولد وبنت لازم احوط عليهم وخلي بالي منهم. عايز اطمن على بكره بتاعهم. مش هنا. أنا في المكان الصح. أنا مع الناس. الناس اللي بقالها سنين ما لقتش صح يا سيادة المدير؟ السادة الأعضاء، الناس هي عندكم. حلوها أنتم بمعرفتكم. حلوها بمعرفتكم.